আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইলা হাদান নাবী মুস্তাফা রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আল ফাতিহা। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রাহমানির রাহিম। ইয়াকা নাবুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাইন। ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলা وإلى حضرة جميع الأصحاب وأهل البيت الطاهر رضي الله عنهم، وإلى حضرة جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا من شرق الأرض إلى مغاربها بريا بحريا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا أشهد أن جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا آباءنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوانا وخالاتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا، ونخص خصوصا إلى روحي أباك يا جي هاشم أحمد هاشم وزادي، غفر الله له وغفر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين.
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لكم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لكم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون فما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تنسون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شؤون فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وعن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم
مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مخضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناك من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وهم
فأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا 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 يا أرحم الراحمين رحمة الله وبركاته إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسب سبحان الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم العظيم أستغفر الله 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 العظيم إن الله غفور رحيم. تقربا إلى الله بأفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله المعبود لا إله إلا الله حي الباق لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نموت مرة أخرى إن شاء الله من الآمنين برحمة الله وإكرامه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله
لا إله إلا الله محمد حبيب الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله عدد ما خلق الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الأرواح من استمعنا هنا لأجمع حسن الشيخ يجب أن نزم الزدي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتعصمنا بها من جميع المعاصي والمخالفات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أوصل ثواب ما قرأناه وما هللناه وما استغفرناه وما ترحمناه هدية منا واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وجميع أولياء المقربين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين وسوسا إلى المرحوم بحجي أحمد هاشم مجاتي نسألك اللهم أن تجعل ثواب ذلك كله حجابا له من النار
وإذكن له من النار وفكاكن له من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفو عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفو عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفو عنه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة Untuk doa selanjutnya kepada Kiai Haji Mas Mansur, kepada beliau dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin وعلي وفاطمة والحسن والحسين وذرياتهم وآلهم وأصحابهم وأنصارهم صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون بها لنا ولكي أحمد حسن مزتي وأصوله وفرئه وأهل بيته وللمؤمنين فرجا ومخرجا وفرحا وشفاء وجواء وصحة وعافية وسلاما وحصولا وسرورا ووصولا إلى الفتوح وإلى الرضا. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. واجعل الجنة مأواه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعلنا يا الله من أمورنا فرجا ومخرجا. اجعلنا يا الله من أمورنا فرجا ومخرجا. اجعلنا يا الله من أمورنا فرجا ومخرجا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات الله وسلامه وتحيته ورحمته وبركاته على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه عدد الصفء والوتر وعدد كلمات الله التامة المباركات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Doa selanjutnya kepada Kiai Haji Mukhtar Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma awsil wa abligh sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil Azim wa ma halalnahu min qira'ati la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa ma sabbahnahu min qira'ati subhanallah bihamdi wa ma astaghfarnahu min qira'ati astaghfirullahal azim wa ma shallainahu ala sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibtigha'an limardhatik wa tiqa'an min sakhatik mustasibina li sawabik hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan samilah ila hadrati ruhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa jami'i auliya'illahi wa sholihin wa jami'i auliya'i wa sholihin khususun ila hadrati sultani amiya Abdul Qadir Jilani wali jawaila jami'i arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa jami'i qurbatina wa majami'i masayikina wa masayikihim wa mu'allimina wa mu'allimihim khususun ila ruhi Kiai Haji Ahmad Mujadi min ahlil kubur. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' madkholahu wa'abdil darahu khairum min darihi
wa ahlan khairu min ahlihi wa zaujan khairu min zaujihi waqsilhu bil ma'i wasalji wa naqihi minal khotoya kama yunaqqa sabal abiyatu minan nanas. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu rawdatan wa la taj'al qabrahu qubratan min kubari niron. Allahumma ja'al qira'atana wa tahlina wa sa'iru amalina witha'an lahu minan nar wa hijaban lahu minan nar wa siro'an lahu minan nar wa fikakan lahu minan nar. Allahumma anjili rahmatan wa ni'matan ila ruhi bama ya yasin mujati min ahlil kubur wa sa'iri ahlil kubur min al muslimin wal muslimat wal mu'minin al mu'minat irfa lahum darajat wa ta'ib lahum al hasanat wa kafir anhum musayyiat wa adkhilhum al jannati mal abai wal mahan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma akhtim lana bil islam, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Doa selanjutnya kepada Ustaz Haji Abdul Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama asnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil 'azim wa ma halalnahu min qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ma sabbahnahu wa mastaghfarnahu wa ma sallaynahu 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu 'alayhi wa sallam hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan shamilah. Nuqaddimu thawaba dhalika ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal-mursalin thumma ila arwahi al-awliya wa syuhada wa salihin wal a'immati ar-rashidin thumma ila arwahi jami'i ahli al-qubur min al-muslimin wal-muslimat wal-mu'minin wal-mu'minat khususan ila ruhi al-marhum al-maghfur lah al-Syeikh Ahmad Hashim Muzadi الذي اجتمعنا هنا بسببه ولأجله. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه فكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار وحجابا لهم من النار وسترا لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة.